السلام عليكم ورحمة الله. إذا سبق لنا باش قلنا اتصال دالة في نقطة اي في اكس زيرو، إذا تكون اف متصل في اكس زيرو إذا كان الليميت ديال اف لي اكس في اكس زيرو كيساوي لنا الصورة ديال اف لي اكس زيرو. الآن دابا الاتصال على اليمين في اكس زيرو، إذا الاتصال على اليمين نفس التعريف، فقط أن النهاية كترجع الليميت ديال اف لي اكس في اكس زيرو على اليمين خاصها تساوي الصورة ديال اف لي اكس زيرو، وكذلك اف متصلة على اليسار تكافي ان الليميت ديال اف لي اكس، يعني عندما تؤول اكس الى اكس زيرو بحيث اكس اصغر من اكس زيرو تساوي اف لي اكس زيرو. اذا اف متصلة في اكس زيرو تكافي ان اف متصلة على اليمين وعلى اليسار في اكس زيرو. إذا لكي تكون f متصل في x0 يجب أن تكون f متصل على اليمين وعلى اليسار في x0. إذا نأخذ بعض الأشكال المبيانية. إذا في الشكل الأول كنلاحظوا بأن منحنى الدالة فيه واحد التقطع، تقطع في النقطة ناقص واحد. إذا حنا عندنا واحد الدائرة صغيرة، إذا في هذه الحالة هذه كنلاحظوا بأن الدالة F متصلة على اليمين وغير متصلة على اليسار. إذا نفس الحالة بالنسبة للمنحنى الثاني، هنا العكس، هنا F متصلة في النقطة 2 متصلة على اليمين ولكنها غير متصلة، عفوا متصلة على اليسار ولكنها غير متصلة على اليمين. إذا عندنا واحد الدائرة صغيرة كتعني بأن F غير معرفة على اليمين في النقطة 2. إذا ناخذ أمثلة استباقية. نبدأ بالحالة الأولى، عندنا F1 dx تساوي جذر x زائد 1، وعندنا مجموعة التعريف هي ناقص 1 زائد لا نهاية. إذا هنا غادي ندرسوا الاتصال في النقطة x0 تساوي ناقص 1. إذا أول حاجة خصني نحدد الصورة ديال ناقص 1، إذا هي الجذر كنعوض ناقص واحد زائد واحد كتساوي لنا صفر. في المرحلة الموالية خصني نحسب الليميت ديال اف واحد اكس عندما تؤول اكس الى ناقص واحد. هنا خصني ندرس الاتصال على اليمين، اذا تساوي، اذا كنعوضو الليميت ديال الجذر اكس زائد واحد اكس تؤول الى ناقص واحد بلس، كنلقاوها كتساوي كنعوضو اكس بناقص واحد، جينا جذر ناقص واحد زائد واحد اللي هي صفر، وبالتالي غتساوي لنا اف واحد ديال ناقص واحد. اذا في هذه الحالة كنقول بان اف متصلة او اف واحد متصلة على اليمين في ناقص واحد. الحالة الثانية غادي ندرسو الاتصال على اليسار في ناقص 2. إذا نفس الحالة غادي نحسبو، أول حاجة غنحسبو الصورة ديال ناقص 2، إذا كنعوضو، إذا هي 2 ناقص ناقص 2، إذا هي الجذر ديال 4 تساوي 2. في المرحلة الثانية كنحسبو الليميت ديال اف ديال اكس عندما تؤول اكس الى ناقص 2 موا، يعني ناقص 2 على اليسار، على يسار ناقص 2، اذا تساوي النهاية ديال الجذر 2 ناقص اكس في ناقص 1 موا. اذا التعويض غادي يجينا الجذر ديال 2 ناقص ناقص 2 هي جذر 4 هي 2 تساوي اف ديال 2 ناقص 2، وبالتالي حسب التعريف ف f متصلة، f جوج متصلة على اليسار في ناقص 2. في الحالة الثالثة عندنا دالة معرفة بأجزاء، إذا الجزء الأول كيساوي لنا اكس زائد واحد عندما اكس تكون اكبر او تساوي واحد، والجزء الثاني تساوي لنا اكس مربع زائد واحد عندما
اكس تكون اصغر قطعا من واحد. اذا غادي ندرسوا الاتصال في العدد او في النقطه التي افصلها واحد. اذا اول حاجه كنحدد هي الصوره ديال واحد، اذا اف ديال واحد. هنا عندنا داله معرفه باجزاء، اذا واش غنعوض في الجزء الاول او الثاني؟ اذا انا كنشوف شنو عندي هنا، اذا في واحد اكس هنا اكبر او تساوي واحد، في الحاله الثانيه اكس اصغر قطعا، اذا ما يمكنليش نحسب اف ديال واحد في الجزء الثاني، اذا كنحسبه في الجزء الاول اي في هذا الجزء هذا. اذا اف 3 ديال واحد هي واحد زائد واحد تساوي اثنان. إذا دا خصني نحسب النهاية ديال اف دو اكس عندما اكس تؤول إلى واحد بلس، ونحسب كذلك الليميت ديال اف عندما اكس تؤول إلى واحد موا، ونقارن بيناتهم ونشوف واش كيساوي لنا اف ديال واحد. إذا النهاية في واحد بلس هي النهاية، إذا اكس أكبر من واحد يعني كنستعمل الجزء الأول، اكس تؤول إلى واحد بلس. إذا بعد التعويض واحد زائد واحد هي اثنان. ليميت كذلك ديال اف ثلاثة اكس، اكس تؤول إلى واحد موان، إذا هي ليميت ديال اكس كاري زائد واحد، اكس تؤول إلى واحد موان. إذا كنعوضو واحد مربع زائد واحد دونك هي اثنان. إذا كخلاصة كنلقاو بأن النهاية ديال اف ديال اكس عندما اكس يؤول الى واحد بلس راه كتساوي لنا ليميت ديال اف ثلاثة عندما اكس يؤول الى واحد موا، كتساوي لنا الصورة ديال اف ديال واحد. وبالتالي اف متصلة في واحد.